بالنسبة للناس اللي كيعانيو من التجاعيد، اللي كيعانيو من ترهلات ديال البشرة، اليوم غادي نبارطاجي معكم واحد السيروم ديال الشيبة اللي هو خطير البنات، وعن تجربة يعني أي مكان وضعتو عليه هذا السيروم اللي غادي نشاركو معكم ديال الشيبة، فالتجاعيد كتزول وكتختفي. يعني وصفة من الوصفات اللي كتعطي نتائج مبهرة في علاج التجاعيد، كتشد البشرة، كذلك كيقضي على ليطاج هذا السيروم، وكيقضي على الكلف يعني بالخصوص، وكذلك يعني تصبغات ديال الشمس و ليطاج، وكذلك الاثار ديال الحبوب اللي كيكونوا في البشرة. هذا السيروم ممكن تستعملوه للعنق ديالكم الى عندكم مكمش، او لا البشرة ديالكم الى عندكم فيها تجاعيد او خطوط يعني تحت العينين او حول الفم او لا يعني في الجبهة. بالنسبة لهذا السيروم بمكونات بسيطة يعني غير من المنزل ديالكم البنات، غادي تحضروا هذا السيروم اللي كيعطي نتائج فعالة وفعالة يعني واحد المليون في المئة. تبعوا معايا لا فيديو حتى للتالي باش تشوفوا معايا الوصفة وطريقة التحضير كيفاش غادي نحضروها، وانا متأكدة غترجعوا تشكروني على هذه الوصفة بزاف بزاف، وغادي ترحموا لي عليها الوالدين. تبعوا معايا لا فيديو حتى للتالي، وغادي ندوزو دابا تشوفوا معايا المكونات اللي غادي نحتاجو في الوصفه. وغير ما تنساونيش البنات من اللايك ديالكم، الله يحفظكم البنات، الله يسر لكم الامر ديالكم غير باش يطلع التفاعل، فنتمنى انكم تشجعوني بالبصمه ديالكم ديال اللايك، خصوصا هاد الايام طايح التفاعل البنات، فكنتمنى انكم داك اللايك البنات ما تنساونيش منه، الله يحفظكم. وكذلك يعني خلوا لي شي تعليق كيف جاتكم الوصفه ان شاء الله. فاول حاجه غادي نحتاجو الشيبه كيف ما كتشوفوا معايا، اللي هي واحد المكون اللي متوفر دابا الحمد لله، فعنده بزاف ديال الفوائد البنات بالنسبه للبشره الشيبه. من بين هذه الفوائد هو انها كتقضي على التجاعيد، يعني كتشد البشره، كذلك يعني تتوحد اللون ديال البشره، وكتقضي على ليطاش، خصوصا ليطاش ديال الكلف والاسمرار ديال البشره. فغادي نحتاجو هنايا بالنسبه للكميه، يعني غديروا الكميه اللي بغيتو، المهم انا هنا غنوريكم الطريقه. غادي تاخذوا واحد جوج عراش هكا ديال الشيبه، غادي ناخذوهم وغادي نقطعوهم هكا يكونوا مقطعين يعني رقاقين مزيان كما كتشوفوا معايا، المهم تنقطعوهم مزيان. فهنا غادي نعطيكم غير بعض يعني الفوائد ديال الشيبه بالنسبه يعني للتجاعيد، فهي يعني الشيبه هي واحد العشبه اللي كنستعملوها كيف ما كتعرفوا في اتاي، فهاد الشيبه كتحارب لنا ظهور علامات التجاعيد والتقدم في السن يعني البشره ديالنا، كذلك كتضيق المسام البنات اللي عندها المسامات واسعه في البشره، كتضيق المسام وكتشد البشره، كتشد ترهلات ديال الجفون، وكتعطينا واحد النعومه للبشره، كتقضي على الخطوط يعني اللي كتكون رقيقه سواء تحت العينين او لا في اي منطقه في البشره ديالك، خصوصا يعني بالخصوص يعني حول الفم وكذلك العينين والجبهه او الجبين. المهم كما كتشوفوا معايا كنقطعوا الشيبه مزيان، وكل ما قطعتوها مزيان كان احسن كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل. فالشيبه الا كنتوا يعني عندكم ليطاش، عندكم الاثار ديال الحبوب، عندكم الجسم ديالكم فيه ليطاش، ركابيكم، العنق، تحت الابط، يعني هاد الوصفه غتنفعكم لا بالنسبه للتجاعيد ولا بالنسبه يعني للتصبغات والاسمرار، فهي كتوحد اللون ديال البشره وكذلك الجسم. هنا سناخذ واحد الزلافه وكنديروا فيها ديك الكميه اللي قطعنا ديال الشيبه بهذا الشكل هذا، صافي. من بعد غادي نضيفوا عليها البنات الشيبه، غادي نضيفوا عليها زيت الزيتون، زيت الزيتون غادي نستعمل البنات زيت الزيتون غير واحد الكميه هكا انتما كتشوفوا معايا، يعني غنغطيو ديك الشيبه نغطيوها بالزيت. اللي ما عندهاش زيت الزيتون البنات، بالنسبه للبنات اللي في او المتتبعات اللي في الدول العربيه، الا ما متوفرش لكم زيت الزيتون ممكن تعوضوه بزيت الذره، يعني زيت الطبخ يعني زيت الذره. كنخلطوا ديك الشيبه مزيان مع زيت الزيتون،
حتى يعني كنحسو بها، يعني خلطناها مزيان هكا باش كتطلق لينا مزيان. من بعد عاد غادي ناخد واحد الكاسرونه او شي اناء اللي غادي نوضعو فيه هاد المكونات هادو، يعني غنوضعهم على حمام مريم. المهم خاصها تكون هكا كما كتشوفوا معايا. من بعد كنجيبو واحد كاسرونه اللي كنوضعو فيها واحد الكميه ديال الماء، يعني ما يكونش الماء كتير بزاف باش الماء ما يفيرش لكم ويهبط لكم في ديك الزلافه بهذا الشكل هذا. وغندير على النار نخليها حتى يعني تغلى ليا مزيان، ومن بعد غادي نرجع معاكم باش تشوفوا معايا التتمه. يعني كديروا على واحد النار تكون هكا مهيله، وكتخليوها يعني حتى ديك الشيبه كتطلق مزيان مع داك زيت الزيتون المده يعني ديال تقريبا واحد نص ساعه هكا حتى تطلق لكم مزيان كما كتشوفوا معايا. مره مره هكا حركوها، المهم كتخليوها يعني واحد المده باش ديك الشيبه كتطلق دوك الفوائد ديالها كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. المهم انا غنخليها حتى توجد ليا، من بعد غادي نرجع معاكم هكا باش تشوفوا معايا باقي تتمات يعني هاد الوصفة. ومن بعد ما خليتها يعني حتى دازت واحد اكثر من نص ساعة، البنات انتم كي كتشوفوا معايا الشيبة طلقات يعني اكثر واكثر، يعني الفوائد ديالها في الزيت كما كتشوفوا معايا. فهنا الزيت كيولي اللون ديالو تقريبا اخضر كما كتشوفوا. بعد غناخدو جوجلان او بذور السمسم، ومنحد يعني هاد الوصفة سخونة، هاد الزيت سخونة اللي مع الشيبة كنوضعو واحد الملعقة كبيرة ديال السمسم او الجوجلان كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للجوجلان يعني مرطب ممتاز للبشره ومفيد ايضا للبشره، يعني كيعطي الترطيب كذلك كيغذي البشره، فيه بزاف ديال الفوائد بالنسبه للبشره. و تحركوا هاد المكونات هادو مزيان كما كتشوفوا معايا. المهم تضيفوا وكتضيفوا الجوجلان وهو سخون كما قلت لكم. غادي هنايا ناخذ واحد البلاستيك غذائي من بعد، وغادي نغطيو هاد الزلافه بهذا الشكل هذا نغطيوها. ومن بعد غادي ناخذ واحد الكاغيط البنات ديال اليدين، وكنغلفوا به الزلافه من الفوق وكنعاودوا نديروا الكاغيط. علاش؟ لان باش هاد الزيت ما تشوفش يعني الشمس او الضو، احسن ديروا لها الطريقه كما كتشوفوا معايا. وغتخليوها واحد المده ديال 4 ايام هكا، غتخليوها واحد المده ديال هكا 4 ايام. مره مره غتحركوها بحال هكا، تحركوا ديك الزلافه صافي. انا هنا صراحه انا ما عنديش الوقت، انا غادي نكمل لكم يعني الفيديو، وريتكم الطريقه وغنكمل لكم الفيديو لانني كنصور هنا. من بعد ما غدوز ديك 4 ايام غادي صافي غتفتحوا عليها. فهنا بالنسبه للجوجلان مزيان بزاف يعني للبشره، فهو يعني كيحسن لينا يعني من المظهر ديال البشره، تيعطينا النضاره، تيعطينا واحد الترطيب، كذلك كيحارب لينا علامات التقدم في السن يعني التجاعيد والشيخوخه. و يعني مزيان، يعني هو يعني بحال كيوقي لنا البشره من اشعه الشمس. مهم زوين بزاف. هنا غناخذ واحد الصفايه وغادي نصفيو، يعني من بعد ما تمر 4 ايام غادي تصفيو هذاك الزيت اللي مع الجنجلان ومع الشيبه، كتصفيوه بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. بعد ما غادي تصفيوه مزيان
المهم غتاخدوا شي قرعه يعني تكون عندكم خاويه. انا غناخد هذه ديال واحد الفيتامين كان عندي سهله ليا، غادي احس هو سهل الاستعمال طبيعه الحال. فانا عمرت هاد القريعه كما كتشوفوا معايا ديال هاد السيروم، ودرت فيه هذاك الزيت، وكتبقاو كتوضعوه على البشره ديالكم يعني قبل النوم بواحد ساعه قبل النوم، باش هكا ما يتمسحش ليكم البنات في المخده. هادشي اللي كندير انا يعني تنديرو قبل ما ننعس يعني بواحد ساعه. المهم تديروه وغديروه غير في الليل يعني ما كديروش في النهار، واخا تكون الشتا واخا يكون ليكون ما ديروش في النهار، واخا تكوني غير في الدار ما ديريش، ديري في الليل من احسن، ديري في الليل وقبل ما تنعسي يعني بواحد ساعه ولا اكثر كاع، المهم يكون الليل. هنا تتابليكيو على البشره ديالكم. راه اي بلاصه عندك فيها اختي التجاعيد، الكلف، عندك اثر ديال الحبوب، اسميرار، عندك الزروقيه او الكحوليه، ريطاج، عندك تجاعيد، اي حاجه كتحيد، غير يعني دلكي وجهك مزيان، دلكي وجهك مزيان بهاد الزيت حتى يعني يتشربوا لك يعني البشره ديالك والمسام ديال البشره ديالك. دهني بايديك او لاي منطقه بغيتي تستعملي ليها هاد السيروم، يعني العنق ديالك، يعني اي مكان ممكن ديري قرعه كبيره وديري فيها هاد الوصفه وتبقاي تستعمليها للجسم ديالك. البشره ديالك زوينه، كتشد الترهلات او ميمطا، كتقضي على ليطاج وعلى يعني كل شيء البنات. المهم كل شيء كتحيدو، غير هي ديروها في الليل، وملي يعني تفيقوا في الصباح ضروري غسلي البشره ديالك بشي صابون نيتوايان ولا اي حاجه كتغسلي بها البشره ديالك، وغسلي مزيان اوليكرو البنات. المهم هاد السيروم زوين بزاف، وكنتمنى انكم تجربوه وردوا عليا الخبر في التعليقات. و الى اختي كنتي باغا تحضري الوصفه مترده، غير ديريها على الضمانه ديالي، غير يعني تفيقي في الصباح شري الشيبه وديري هاد الوصفه، راه زوينه بزاف وعن تجربه البنات. ولهنا كنوصلت لنهايه الفيديو، في امان الله.